مساء الخير عسلامة ومرحبا بكم ناس كل. اليوم الخميس 27 افريل نتقابل معكم كما العادة اكتواليتي. اليوم على رأس الاكتواليتي في تونس والأخبار زيارة السيد رئيس الحكومة لتطاوين ردود الفعل المواقف القرارات اللي خذها السيد رئيس الحكومة وأعلن عليها اليوم باش نحلوها باش نتحثوا عليها بأكثر تفاصيل. ويكون معنا بعد شوية زميلنا خميس بوبطان في ربط مباشر على عين المكان حتى معاه ناخذوا الأجواء في تطاوين اللي صار اليوم في اجتماع السيد رئيس الحكومة وردود أفعال أبناء الجهة على القرارات والإجراءات اللي تم الإعلان عليها. اليوم الضيف الرئيسي في حلقتنا باش يكون السيد نور الدين بن تيشة اللي هو المستشار الأول لدى رئيس الجمهورية. نتحدث معاه بالأساس على قانون المصالحة ومشروع قانون المصالحة كما قلنا في الجزء الرئيسي. في الجزء الثالث والأخير وإحنا نقربوا للويكاند وتعرفوا الناس كل غدوة افتتاح صالون الصناعات التقليدية باش ناخذوا عليه أكثر تفاصيل مع ضيفنا سي خليل الشطي اللي هو ينظم الصالون هذايا. ناخذوا معاه أكثر تفاصيل عن المشاركين وعلى خصوصية الدورة هذايا. البداية كما العادة الاكتواليتي وللحديث على الاكتواليتي اليوم يحضر معنا الجامعي والمحلل مولدي قاسمي. مساء الخير ومرحبا. مرحبا بك سي مولدي. شنو اخويا لك صحتك لاباس يا عايشك تفضل. مرحبا بك سي مولدي. اهلا وسهلا. مساء الخير مرحبا. مساء الخير مرحبا. اليوم على رأس الأكتواليتي في تونس والأخبار زيارة سيد رئيس الحكومة المنتظرة إلى تطاوين تقريبا شهر بعد انطلاق الاحتجاجات والتحركات الاجتماعية. اليوم سيد رئيس الحكومة يزور تطاوين ويعلن عن مجموعة من القرارات والإجراءات باش ناخذوا جزء منها. اليوم في عنوان لتونيسكوب يوسف الشاهد يعلن عن 64 قرار لفائدة ولاية تطاوين. أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد خلال زيارة اليوم لتطاوين عن رفقة عدد من الوزراء عن 64 قرار لفائدة الولاية، أهمها الإعلان عن تمويل 453 مشروع، 223 عن طريق البنك التونسي للتضامن ومؤسسات التمويل الصغير وبنك المؤسسات الصغرى والمتوسطة، و24 مشروع فلاحي، و190 مشروع عن طريق الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل. الإعلان الثاني عن 350 انتداب في إطار عقد الكرامة، حصة تطاوين 1042 منتدب في عقد كرامة، افتتاح فضاء مبادرة يوم 15 مايو 2017 وتكوين لجنة بإشراف وزارة التكوين المهني والتشغيل تتولى إسناد البطاقة المتعلقة بالتشغيل في الصحراء، والإجراء الخامس الانتداب الفوري ل 500 عون بشركة البيئة والبستنة. هذه خمسة قرارات من جملة 64 لصالح تطاوين اليوم. هل تشوف أنها كافية غير كافية؟ وبعد شوية باش نجيو لردود الأفعال ونمشيو مع خميس في قراءة للوضع اليوم. شكرا ساعة على الاستضافة، ولكن بغض النظر على كوني كافية أو غير كافية هو يبدو لي حط روحه في ورطة. لاعتبارين اثنين، الساعة أنه هو تعهد في آخر خطاب لي وحوار لي في وسائل الإعلام بكونه لن يقدم وعود لن يفي بها. أي. وبالتالي اليوم حطروه أمام مسؤولية obligation de résultat، يعني الوعود اللي قدمها راهو باش يحققها. أي. ولكن في نفس الوقت لما يمشي للثقافة متاع 64 تعهد أمام أهالي تطاوين معناها راهو حل الباب على روحه في الجهات الاخرى. أي. وخاصه الى القروان اليوم بدات تحتاج. اليوم وكانه اداء الحكومه هزنا المقاربه معينه من طرف الاهالي ومن طرف الشباب المعطلين على العمل. المقاربه انك بقدر ما تحتاج وبقدر ما يكون ادائك في الاحتجاج يعطل ويوجع الحكومه اكثر بقدر ما انك تنجم تبتز. هذه المعطى الاول. المعطى الثاني محتوى التعهدات هذه. علاش ظهر اليوم بالذات في علاقه بميزانية 2017 اللي من المفروض ما كانش فيها إطلاقا هذه التصورات هذه الإمكانيات، وبالتالي ثم إمكانية أن يكون تصور ارتجالي معناها دور رئيس الحكومة تحول إلى رجل مطافي نمشي باش نقدم تعهدات ومن بعدين يعمل الله، معناها باش يضرب مصداقيته الأولانية اللي التزم بها خلال آخر حوار إعلامي. بالمعنى هذا اليوم أداء الحكومة وين ماشي؟ ماشي لكن المنطق المستعار من الخبراء في الأزمات المالية wait and see داكوردو، ولا معناها انتظر وراقب من بعيد شنو باش يصير. اش باش يصير في نهاية الأمر إذا كان ثم احتجاجات جديدة نهزوا لهم نفس الآليات ونفس الحزمة من العهود والتعهدات. أي. لكن في نهاية الأمر إذا كان الشباب اليوم ثم لأنه ثم معطى تقريبا يتحكم في العلاقة بين المجتمع وبين الحكومة اللي هو معطى فقدان الثقة اللي هو بيدو كان متحسس ليه. خلينا نتسائل اليوم اسكو شباب تطاوين اليوم قبل هذه التعهدات وصدق رئيس الحكومة
وقبل وإلا جدت عليه أنه تنجم تكون التعهدات هذه ناجزة أي منجزة قادرة أنه تنجزها الحكومة على عين المكان. يبدو لي أنه التفاعليات اليوم اللي سمعنا بها عبر وسائل الإعلام ما هيش ما تنبئش بخير. احنا باش نمشيو للخميس المعطى الأخير اليوم راهو الاحتجاج والتحركات الاجتماعية تحولت إلى جزء أساسي وجزء من المنطق الداخلي للنظام الاجتماعي في تونس. ما عادش بأي حال من الأحوال اليوم التوانسة يتخلوا على آلية جديدة أمام ضعف الأداء الحكومي وأمام ضعف أداء البرلمانيين اللي مثلوا الشعب واللي انتخبوهم. ثم آلية جديدة ابتكرها الشعب التونسي وهي تقريبا الآلية الوحيدة اللي استمرت من 2011 حتى اليوم اللي هي آلية الاحتجاج والمطالبة. أمام هذه الآلية اللي أصبحت جزء من القانون الداخلي والقواعد الداخلية للنظام الاجتماعي، كيفاش باش يتصور يتصرف المرة الجاية أمام تحركات أخرى أو احتجاجات أخرى وارد جدا أن تظهر خلال الأيام القليلة. باهي احنا باش نمشيو لخميس، أنت تحركت على ردود الفعل وهل أنه الشباب وأبناء الجهة قبلوا وإلى ما قبلوش، وهل اعتبروا الانتظارات نتاعهم موجودة في قرارات والإجراءات اللي اتخذها اليوم وأعلن عليها السيد رئيس الحكومة. عنوان من موزايك: تطاوين فشل المفاوضات مع الشاهد واحتجاجات عارمة ترافق مغادرته للاجتماع. احنا باش نمشيو مع زميلنا خميس بوبتان كما قلنا مباشرة من تطاوين، معاه ناخذوا آخر ردود الأفعال، الأجواء وخاصة الوضع العام في تطاوين اليوم بعد مغادرة السيد رئيس الحكومة للاجتماع. مساء الخير خميس، مرحبا بك. مساء الخير فاتن، تحية ليك ولكل مشاهدي القناة الوطنية الأولى. مباشرة نذهب إلى صلب الموضوع فاتن. في الحقيقة زيارة رئيس الحكومة اليوم والقرارات التي أعلنها قوبلت برفض من قبل المعتصمين المرابطين المتواجدين في منطقة الكامور الواقعة في الصحراء التونسية على مشارف شركات البترول وحقول البترول والغاز. هذا الرفض كان اليوم خلال لقاء رئيس الحكومة مع المعتصمين في فضاء المعهد العالي للدراسات التكنولوجية، جلسة عمل لم تتواصل أكثر من 20 دقيقة على الأكثر، تم فيها إعلان رفض هذه القرارات التي أعلنها رئيس الحكومة للشباب المعتصمين باعتبار أنها برأيهم لا تلبي المطالب التي رفعوها خلال مدة الاحتجاز التي جاوزت أسبوعها الخامس في ولاية تطاوين. احتجاجات كبيرة صراحة وحالة من الغضب والاحتقان رافقت الإعلان عن هذه القرارات خلال جلسة العمل كما ذكرت مع المعتصمين. كذلك حالة الاحتجاج والاحتقان كذلك تواصلت أمام مقر ولاية تطاوين قبل عقد الجلسة المخصصة لتقديم هذه القرارات أمام أعضاء مجلس النواب وغيرهم من الذين تم استدعائهم في ولاية تطاوين. وقفة احتجاجية تواصلت على مدى الاجتماع داخل القاعة كذلك بعد إلقاء كلمة رئيس الحكومة أمام الحاضرين. تمت مجموعة من ردود الأفعال من قبل المجتمع المدني المتواجد داخل القاعة رافضا لهذه القرارات المعلنة، وكما ذكرت فاتن تقريبا 64 قرار أعلنها رئيس الحكومة، ولكنها بحسب الشباب المحتج المعتصم كما ذكرت في منطقة الكامور منذ أكثر من 5 أيام رفض بشكل قاطع هذه القرارات، خاصة أنها لم تتحدث عن التشغيل المباشر في الشركات البترولية وتخصيص عوائد من مداخيل الشركات البترولية للتنمية في الجهة، وكذلك خاصة على مستوى شركة واضح الذي قدم بحسب رأيهم عدد ضئيل جدا. فقط لابد أن نشير إلى نقطة أخرى، اليوم شهدت ولاية تطاوين إضراب عام كذلك في جهة تطاوين تزامنا مع زيارة رئيس الحكومة، ولكن الآن في تداعيات ما بعد زيارة رئيس الحكومة اجتماع منتظر لتنسيقية المعتصمين في منطقة الكامور الصحراوية لبلورة تحركات أخرى أو موقف آخر للمحتجين المتواجدين في منطقة الكامور اللي يبلغ عددهم تقريبا فاتنا الآن 4000 أو أكثر من المحتجين المتواجدين في منطقة الكامور، الذين فقط حبيت في 30 ثانية نشير إلى أن حالة الاحتقان كذلك صراحة بحسب ما يقول المحتجون الشباب غضتها بعض المواقف على مستوى وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي باعتبار أن هؤلاء المحتجين قالوا أنهم من الدواعش أو الإرهابيين أو غيرهم.
شكرا لك خميس، يعطيك الصحة. نتمنوا أنه في الأيام القليلة القادمة نوصلوا لحلول حتى ينفرج الوضع في تطاوين وفي باقي الجهات. كما سمعت خميس مولدي يقول لك أنه قوبلت بالرفض هذه الإجراءات واعتبروها غير كافية. والأكثر من كيكة راهو تعرف معناها إضراب عام في تطاوين اليوم، ويبدو لي ما سمعناش به، ما كانش مهيئ إضراب عام. تم الإعلان عليه البارح لكن يعني مر مرور الكرام. عادة هو إضرابات العامة مثلا الكاف، لما نفذت جهه الكاف اضراب عام تقريبا قبل ب 10 ايام ولا 15 يوم، الراي العام لكل المتابعين السياسيين المسؤولين الاهالي الى غير ذلك. اليوم وكانه في حركه ارتجاليه تفاعليه بشكل سلبي مع الحكومه، مع رئيس الحكومه. شن هذا الاضراب العام؟ هذا مؤشر سلبي جدا، وكانهم رافضين ليس فقط لقدوم رئيس الحكومه بل للحكومه برمتها. وهذا مهم جدا. لكن هذا ما يمنعنيش من ضرورة التطرق لأربع عناصر أساسية تقريبا هي اللي أحاطت بزيارة رئيس الحكومة. نوريك اون فيديو ومن بعد نرجع نواصل نحلوا النقاط هذيا باش نشوفوا مع بعضنا فيديو اليوم موجودة على مواقع التواصل فيما يخص الاجتماع اليوم وزيارة سيد رئيس الحكومة لتطاوين. تفضلوا. يا رئيس الحكومة 5 مليار بالبدائل، 1.3 مليار تاع العلم، أكثر من 2 مليار. اسكت على شوية بس. تشنج برشا انفعال حتى ما بين المواطنين في بعضهم. السؤال اللي يطرح نفسه، هل عادي انه نشوفوا السيد رئيس الحكومه اللي يمثل الدوله اليوم في الوضع هذا؟ ماهوش عادي بالكل، وهذا عنصر من العناصر الاربعه كنت باش نحكي عليها. وباش نبدا بالعنصر هذا لانه يعني على الاقل عندنا المبررات الاساسيه اللي هو شريف ديو. اليوم وكانه رئيس الحكومه معزول ما عندوش مستشارين، راهو في كل معناها الازمات في اداره الازمات والتقنيات ومقاربات اداره الازمات تقتضي انه رئيس الحكومه قبل ما يمشي باش يواجه الازمه مباشره ما يتحطش في مواجهه مباشره. يلزم ثم عباد يعملوا دور الوساطه بور اتونيي ليسكالاد معناها دي كريز. في نهايه الامر السيد رئيس الحكومه يلقى روحه وكانه المستشارين نتاعو متخلين عليه، الدور هذاك ما لقاش شكون يلعبوا، وبتتحل تحط مباشره امام هذه الازمه والجيل الاجتماعي وامام شباب يبدو انه مشحون بقدر يعني كبير جدا عليه هو وعلى اداء الحكومه بشكل عام. المعطى الثاني انه زيارته جات بعد زيارته لصفاقس، وهذه يبدو لي غلطه في ترتيب ادوار وترتيب الاعمال. تعرف اغلب اسباب احتجاجات اهالي تطاوين راهو ما هواش فقط على ابار النفط على شركات البيئه، على شركة ابار هذا ايش معناها شركة الخدمات والاعاشه. اغلب تلك الشركات شكون يستثمر فيها؟ من صفاقس المستثمرين. ومن صفاقس جينيرالمون شكون باش يخدم؟ باش يخدم اهالي، باش يخدم الخبراء، باش يخدم العباد اللي بقطع النظر على كونه يستثمر في تطاوين، باش يخدم الكفاءات اللي هو انتقاها كمستثمر. وبالتالي لما يمشي لصفاقس ويقدم حزمه من العهود والوعود ومن بعد تالي يمشي لتطاوين، ما نتصورش كانوا يقبلوه بالمليح. المعطى الثالث اللي الاحزاب اليوم المكون اللي ما يسمى حكومه الوحده الوطنيه تقريبا تخلت على الحكومه وتخلت عليه في الشاد، بل فيها من انضم اصلا ومن مساند الاحتجاجات. طيب. يعني بتعل تاثير الاحتجاجات، ولكن في حقيقه الامر هي مسانده الاحتجاجات. المعطى الرابع في نهايه الامر اللي وكانه رئيس الحكومه لما قالوا له انت ما تعرفش البلاد، والسيد ركز على كوني السمار ما هيش السمار، راهي هذه تحيلك على مكانه رئيس الحكومه
وكيف يتحول مكانه كرئيس حكومة إلى مكانة في أذهان الناس. ما نجمش بعد 6 أشهر تقريبا ولا 7 أشهر ما نجمش يحول مكانه كرئيس حكومة إلى مكانة مقبولة. مع الأسف أصبحت مكانه اليوم مكانته غير مقبولة بالقدر الكافي، بالإضافة لكونه ثم موعد ثقافي مربوط بثقافتنا الجغرافية اليوم. لازم نكونوا نعرفوا بلادنا، المواطن البسيط مطالب أن يكون يعرف تونس بكل أركانها بكل جهاتها، فما بالك برئيس الحكومة. المعطيات هذه كلها تتضافر باش نلقوا رئيس الحكومة في وضع محرج جدا، وبالتالي يبدو لي أن اللي في دومينو الأثار التتابعية لما يحدث اليوم في التطاوين تقريبا ثم جهات باش تنسج عليه، وخاصة اليوم ثم نشوف في صفحات التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام وبعض السياسيين اللي يتحركوا هنا وهناك تقريبا يدفعون إلى أن تتسع رقعة الاحتجاجات. ومن بعد إذا اتسعت تقريبا نحن قادمين على أزمة عميقة وشاملة بالمعنى الصحيح. وبالتالي نتساءل هنا بعدين ما مآل هذه الحكومة أصلا. واضح. به نمشيوا للقيروان. غلق الطريق الرئيسية للمطالبة بمساعدات مالية، أغلق عدد من المحتاجين الطريق الرئيسية في مدينة القيروان على مستوى مفترق زريبة، وقاموا بالزربية وقاموا بحرق الإطارات المطاطية بعد أن تجمعوا أمام مقر الولاية مطالبين بالحصول على مساعدات مالية، لكن تحصل عليها عدد من المحتاجين الأمس. هذه في مدخل القيروان مفترق الزربية. المفترق الزربية أنا نعرفه حتى مجانيا نعرفه ميدانيا نعرفه لانه هذاك الشريان الحقيقي تقريبا نتاع القروان. والربو هذاك يقسم تونس على اثنين تقريبا، المدخل الاساسي ولا تنساب السيارات من تونس تجاه الجنوب ومن سوسة كذلك. وهذيك جيراتوار يعني الطريق الحزاميه اللي تقريبا تحدد اليوم. وكاني اللي حبوا ينزلوا على منوال تطاوين عرفوا ايش يختاروا بالضبط. القيروان وسط البلاد برمزيتها، وان تكون وسط البلاد معناها تقسم شمال جنوب تقريبا. القيروان هي سره الوسط الغربي في تونس، بالاضافه لكونه تشل الحركه الاقتصاديه اصلا بين الشمال والجنوب. زائد انه اليوم وكانه في ذهنيه الشباب معطلي العمل والمحتاجين وذهنيه الحركات الاجتماعيه انه اليه التفاوض الحقيقيه هي الضغط بتعطيل ويعني تعطيل واقع البلاد وتعطيل النشاط الاقتصادي وغلق الطرقات. هذا تقريبا رغم هوش سلوك جديد، رغم سلوك عمره 6 سنوات. لهنا نتسأل 7 حكومات، فيها حكومة عملت دورتين تقريبا، عملت يعني جولتين حكومة السيد الأولى والثانية. يعني في الجمال تقريبا 8 حكومات تتعامل مع نفس هذه الآليات الاحتجاجية. علاش ما قدمتش تصور في إدارة وتقنيات إدارة الأزمات وإدارة يعني التوترات اللي قاعدة تصير وقاعد يقودها شباب معطل وهو معذور في ذلك؟ لأنه تقريبا اليوم الرأي العام شو يقول لك الشباب هذي؟ يقول لك راهو عايشين الآثار السلبية متاع 6 سنوات، ما عادش يهمنا أن عايشين 23 سنة من نظام من نظام سابق فاسد. أبريتو النظام هذاك كان محقق توازن نسبي، هذي البنية الذهنية متاعه فاش تخمم. وأصبح سائد فكرة سائدة بين هؤلاء، وأنا حتى من باب اختصاصي على الأقل في الليزونكات اللي نعمل فيهم نسمع في الرأي هذا. هما أصبحوا يعتقدون أنهم يعيشون أثار 6 سنوات عجاف، 6 سنوات من الأداء السلبي للحكومات المتعاقبة. الأداء السلبي في الحكومات كما اليوم تجلى في الوضعية المحرجة تحط فيها رئيس الحكومة، أنه ما ثماش يعني كفاءات حقيقية عباد يديرون النزاعات ويديرون الأزمات مع هؤلاء. وبالتالي يبدو أني يعني ملامح التحركات الاجتماعية تتجه نحو التصاعد أكثر من اللي كوني تتجه نحو أني يعني الجلوس على نفس طاولة التفاهم والحوار. يحبوا يمشوا للأربيتراج ما يحبوش يمشوا للتفاوض، وربما يدفعوا للأبروش أو المقاربة متاع غانيون بيردون أكثر من اللي وبالتالي إطاحة بالحكومة إسقاط الحكومة أكثر من المقاربة متاع غانيون. به نمشيو لأنباء تونس والعنوان: البنك الأوروبي للاستثمار يتعهد بدعم المشاريع في تونس. تناول اللقاء بالبرنامج التعاون بين الطرفين اللي هما برنامج العمل بين تونس والبنك الأوروبي للاستثمار بقيمة تمويل ستناهز 600 مليون يورو، سيقع تخصيصها للمساهمة في إنجاز عدد من المشاريع المهمة اللي تم عرضها خلال الندوة الدولية، ومنها بالخصوص طريق السيارة للوسط، مشروع تهيئة الأحياء الشعبية، وكذلك مشاريع أخرى خاصة في مجال
الطاقة، وأكد الجانبان في هذا السياق ضرورة التسريع في استكمال المشاورات والدراسات الفنية بالتعاون مع القطاعات المعنية بما يمكن من الشروع في تنفيذ المشاريع في أفضل الظروف والأجال. نتحدث على التعاون ما بين البنك الأوروبي للاستثمار وتونس وتمويلات إن شاء الله تمشي في بلاصتها. كنصرفوا السوارد هذوما كنصرفوهم بالدينار التونسي يجي 1.5 مليار دينار تقريبا، اللي هي باش تتجه نحو يعني لا ريفورم انفراستركتورال، بناء معناها الاصلاح البنيه التحتيه ومد الطريق السريعه نتاع الوسط اللي باش تعدى على سيدي بوزيد والقصرين الى قفص الى غير ذلك. وهذه 1.5 مليار دينار كانت ممكن تكون عام 2012 وموجوده كسيوله، كانت موجوده لما كانت الحكومات الاولانيه ترشي في المحتاجين وما حبوش يمشوا في اتجاه الاشغال العامه واصلاح البنيه التحتيه اللي قادرة تغري المستثمرين اللي يجوا يوفروا مواطن الشغل ويوفروا ويساهموا في بناء التنمية الجهوية من غير معناها المفاوضة على مدى ربحيتهم مع هذه الدولة ومن غير ما يتفاوضوا على المدة الزمنية، لأنه المستثمر يلقى أوتوروت، وخاصة نحن نعيشوا في خيار اقتصادي اسمه لامبورت سيبسيسيون، يعني تعويض الواردات. في نهاية الأمر نحن قاعدين ننتج في ارتباط بالسوق العالمية، المستثمر ماذا به يلوج البورت وين موجود، وبالتالي يلزمني اوتوروت توصلني التطاوين، توصلني سيدي بوزيد، توصلني قصرين. هذه كانت ممكن اني تتعمل في السنوات الاولى نتاع الثوره، علاش ما صارتش واليوم نمشوا نستعطوا مش حتى برشا نداو به الشيء هذا، وهذا هو علاش، لان العقليه اللي سادت انذاك والخيارات الاقتصاديه خيارات تعمل على اقتصاد السوق وخيارات ليبراليه صرف، ما كانتش تراهن على كون اصلاح البنيه التحتيه وتتكفل الدولة بالأشغال العامة اللي في نفس الوقت تنجم تشغل وتنجم ترسي آليات جلب الاستثمار. لا، يحبوا يخموا في مجال التشجيع استثمارات جديدة على معنى نفس المجال نتاع عام 93 اللي كان في حقيقة الأمر هي مجلة امتيازات لفئة معينة من المستثمرين وما تنجمش تفرض عليهم أو تهيئ لهم الاستثمار المستدام. اليوم نرجعوا نخموا في حاجة كان بالإمكان نعملوها 2011 و2012، يعني في نهاية الأمر نحن ندخل في منطق يعني تدارك الفوات التاريخي، ولكن بأية تكلفة؟ بالتكلفة الاجتماعية اللي قاعدين نشوفها. ثانيا في كوني اللي بايير دو فون الأطراف الممولة في نهاية الأمر باش تتعامل معنا في ظروف انهيار الدينار التونسي، في ظروف أن القروض أصبحت دي كريدي كونديسيوني مشروطيتها أقصى على السيادة الوطنية وأقصى حتى على المنظومة الاقتصادية، وبالتالي أنا نقول حتى وإن كان هذا من بين مخرجات مؤتمر 2020 فكانت مخرجات يعني متأخرة على زمنها الحقيقي، ولكن نقول إن شاء الله تمشي وإن شاء الله تتحقق، ونرجع لكلمة يوسف الشاهد إن شاء الله تكون وعود ناجزة وقابلة للتنفيذ لا تراقب إن شاء الله. يعطيك الصحة مودي اللي كنت موجود بحضرنا اليوم، ميرسي بوكو يعيشك. ميرسي بوكو يعيشك. احنا نواصلوا معكم المباشر. تعرفوا الناس كل اليوم 27 افريل اول نهار يطبق فيه القانون لاستعمال حزام الامان واجباريه استعمال حزام الامان ابتداء مليون على السائق وعلى مرافقيه في السياره. اليوم زميلتنا زهره فاضلي خرجت لشارع التونسي، حكيت معاهم ورصدت اول ردود الافعال وهل التزمنا والا لا بالقانون هذايا. هات نشوفوا ريبورتاج ثم نرجع ونستقبلوا ثاني ضيوفنا اليوم في البلاتو، سيد نور الدين بن تيشا المستشار الاول لدى رئيس الجمهوريه بعد الفقره هذه. إجبارية ربط حزام الأمان داخل وخارج مناطق العمران وبالطرقات السيارة بالنسبة إلى السواق وراكبي المقاعد الأمامية ادخل اليوم حيز تنفيذ انضباط للقانون. هذا ما رصدته اليوم عدسة برنامج الوطنية مباشر، حيث أنه أغلب السواق التزموا بوضع حزام الأمان، ناهيك أنه القانون ينص على خطية مالية تسلط على المخالفين في حدود 40 دينار. نورمالمون نحط سنتور، أما كي نخرج في الأنفوا رابيد معناتها فهمت، مازلنا ماناش هابيتي برشا بالنسبه للسونتر فيل. ان شاء الله بيانتو الواحد يولي يحط سنتير كومي لفو. اليوم ضروري السنتير، ان شاء الله تتعامل مع الناس الكل والناس الكل تطبق القانون وباش المواطن في مصلحه المواطن وفي مصلحه الناس الكل. زميلي قلت له يا تحط السنتير يا تخلي 40,000 في الكوفر غادي. انا مش مقلق. تحط فيها ديما ولا؟ لا اليوم وقت اللي يطبق القانون. أنا أخويا قال لي صباح ألبس السنتير وقول لك اليوم معاك ألبس السنتير، قال لي خاطري خطوة ليرة فهمتي، ولي من تالي لا يظهر.
ويتضمن القانون استثناءات باعتبار أنه تم إعفاء من الاستعمال الإجباري لحزام الأمان الأشخاص اللي لا تسمح حالتهم الصحية باستعماله، وفي الحالة هذه يجب أن يكونوا مصحوبين بشهادة طبية مطابقة للأنموذج الملحق في الأمر القانوني وحاملة لتأشيرة المصالح المختصة للوكالة الفنية للنقل البري. كما تم إعفاء سواق التاكسي والتاكسي الجماعي عند ممارسة المهنة، ويتم تغطية سائق التاكسي 40 دينار في حال إنه الراكب اللي بجنبه لم يضع حزام الأمان. نحن عملوا لنا حاجات كما كي اللي معناتها تساعدنا على راحتنا وتساعدنا على تطبيق القانون نطبقه راهو نحن. وانت توا مثلا تتعرضوا لنفس المخاطر، علاش التاكسيس استثناءه؟ ما هو بحكم نحن في وسط البلاد وفي وسط الخدمة نبقوا بالثمانية سوايع بالتسعة سوايع على الكرسي، مش كيف الكليون دريج ويهبط. من الصباح قلت له يا تحط السنتور وإلا تولي تطلع من تيلا، خاطر من تيلي بليغاتوار ما يعمل سنتور. هذه تاني تاكسي نركب فيها، التاكسي الأول من الأول قال لي أعمل السبتة وتولخ هذي نفس العملية. وللإشارة فإن المرصد الوطني لسلامة المرور أكد أن الدراسات العلمية أثبتت أن حزام الأمان يخفف من مخاطر الحوادث بنسبة تصل إلى 50% في المقاعد الأمامية وبنسبة تصل إلى 75% في المقاعد الخلفية. هذا وللتذكير فإن القانون المتعلق بإجبارية وضع حزام الأمان بالنسبة للمقاعد الخلفية يدخل حيز التنفيذ السنة المقبلة 27 أبريل 2018. هذا بالنسبة لقانون حزام الأمان اللي اليوم بدأ تطبيقه كما قلنا على سيارات الخفيفة، على سيارات الأجرة، سيارات النقل الجماعي بالنسبة للحرفاء. نتمنى وزادة أنه نراعيه شوية المواطنين اللي يطلعوا في النقل العمومي في الكيران اللي أصلاً مفماش حزام أمان والناس على بعضها وبرشة أمور أخرى في الترينويت والسكك والتقاطع اللي مفماش ميسيرش هذو، ما زادة نتفكروهم مش كان حزام الأمان فيه مخاطر على الإنسان وعلى السائقين، حتى زادة الأمور الأخرى اللي كنت تتحدث فيها الكل عندها دورها. إن شاء الله نمشيه بشوية بشوية في أنه تتحسن الأمور والناس كل يكون عندهم مش حزام أمان، يكون عندهم على الأقل أمان. باش نكملوا معاكم كما قلنا في الجزء الثاني اليوم في البلاتو ضيفنا سيد نور الدين بن تيشة المستشار الأول لدى رئيس الجمهورية. مساء الخير ومرحبا. مساء الخير صحوي لك لباسة باي عايشك، مرحبا بك. مرحبا بك سيد نور الدين في البلاتو متاع الوطنية. مرحبا. شفت المواطنين شنو يقولوا اليوم على السانتور؟ هو التونسي ديما يجيبها في فدلكه، يقول المواطن نحطوا السبته ولا نحضروا 40 دينار في الكوفر، وكانه مازلنا عندنا شويه مشكله مع ثقافه العشور والخموس بلغه الامنيين قبل. شوف هو ممكن اجراء رغم اللي يظهر بسيط ولكنه في الحقيقه باش يكون عنده تاثيرات مهمه وعميقه. احنا نشوفوا انه بار اكزومبل التوانسه اللي يكونوا يعيشوا في تونس ويخرجوا للخارج باش ينجموا باش يشتغلوا ولا كيف يكسبوا كهرباء، اول حاجه كيف يخرج من الدار ويحط سنتور دي سيكوريتي ويولي هذاك سلوك عادي وطبيعي اوتوماتيك. فما حاجات اخرى اللي ان شاء الله بشويه بشويه هي تساهم في تغيير حتى المزاج نتاع المواطن، مثلا التزمير. التزمير ماذا في الدول الاوروبيه ما تسمعش كراهه بتزمر، ممنوع اساسا، ممنوع. ما تسمعش وتعرفوا الناس الكل نساء ورجال، معناها انه التزمير في الكياس يوتر الاعصاب نتاع الناس ويخلق حاله من التشنج للي ماشي يخدم للي ماشي حتى باش يتفرهد معناها ولا باش يحوس. وبالتالي فما اجراءات تهم السلوك المشترك داخل المجتمع. قد ما نعملوها قد ما تكون عندها اثار ايجابيه حتى على طريقتنا كيفاش نكونوا. وبالتالي نعتبر انه اجراء مهم رغم اللي يظهر اجراء بسيط ولكنه اجراء مهم وباش يكون عنده تداعيات ايجابيه عميقه في المستقبل المنظور والبعيد. انت حكيت على التزمير، هو مربوط زاده باحوال التونسي بنفسيه التونسي. اليوم تونس ترتيبها في السعاده متاخر جدا لانه التونس على اعصابهم لانه ما همش عايشين كما يتمنوا يعيشوا. اليوم كنا نشوفوا في اللي صاير في تطاوين ردود الفعل بعد 64 اجراء يعلن عليهم سيد رئيس الحكومه، مازال فما رفض وهذا هو اللي موجود اليوم على الساحه. فنبدا معاك باللي صار اليوم في تطاوين، قراءتكم ليه؟ كيفاش تقيموها؟ هل تعتبروها زياره حقت المطلوب منها اليوم في تطاوين لسيد رئيس الحكومه؟ اولا رئيس الحكومه ورى اللي هو موش بعيد عن المواطنين. واللي هو رغم انه فما اضراب عام ورغم انه فما احتجاجات فإلا انه اباء وتنقل للمواطنين مباشره وتحدث معهم. هو قال ديما يقول في كلام
واليوم معقول انه ما ينجم يوعد الا بالاشياء اللي ينجم يحققها، وهو مش هو كشخص ولكن الدولة التونسية. لانه اليوم احنا نشوفه في معادلات. اولا طول المدة الانتقالية وغياب الانجازات المنتظرة من ناحية، ومن ناحية ثانية حجم الانتظارات وامكانيات الدولة. وللأسف الشديد كيف تتطور الأمور هذه نصبح نوليو نسمع في كلام بعيد على الواقع غير معقول، ما يوحدش البلاد. لأنه اليوم نسمع في ناس تطلب في حق ولاية من منتوجات طبيعية. في الحقيقة الكلام هذا مخطر وما هوش بناء، لأنه اليوم نحكيه ولينا نحكيه على ولايات تتكلم. احنا الكلنا توانسة من أقصى الجنوب إلى أعلى الشمال التونسي، كلنا تجمعنا بطاقة تعريف ويجمعنا خريطة ويجمعنا دراب واحد ودولة اللي نعيشه تحتها الكل متساويين في الحقوق وفي الواجبات تجاهها كذلك. نفهم من كلامك أنه اليوم نفهم من كلامك لا كنت سمعت جوست نكمل لك كنت سمعت واحد من المحتجين وهو يكلم في وزير البيئة يقول له ما كانش ننفصله ونعملوا دراب وحدنا. هذا كلام أولا ما يتسكتش عليه، كيف نتشنجوا نجموا خرجوا نمبورتكوا من فهمنا، ولكن يلزم الناس كل تعرف أنه فما ضوابط تجمعنا الناس كل، وإذا أي واحد فينا باش يفوتك الضوابط هذيك وكل خطوط الحمر هذيك فإنه راهو مش هو يخسر وإلا غيره يخسر، فإنه بلادنا تخسر والشعب التونسي برمته يخسر. لأنه واجبنا ودورنا أولا أن نحافظوا على بلادنا ونحافظوا على دولتنا، ومهما تكون هي مقصرة معنا فإنه احنا تعاملنا معها يكون بالصبر وبالاحترام، ولكن ما نحطوهاش في الخطر أمام المخاطر الخارجية والداخلية من طرف التنظيمات الإرهابية. كنا نسمع في تطاوين في جزء من مطالب المحتجين حتى بعد الإجراءات اللي تم الإعلان عليها اليوم اللي الحقيقة قبلت برفض والاحتجاجات مازالت متواصلة. شفنا زميلنا خمايس يقول أنه تقريبا 4000 محتج اليوم موجودين على عين المكان وما همش قابلين الإجراءات اللي تم عليها اليوم ويعتبروها غير كافية. 20% مطالبهم من المداخيل المؤسسات البترولية أنها ترجع للمنطقة للتنمية للمنطقة. نفهم من كلامك أنه ما كنش ناوين تمشي وفي هذية حتى ما تتقسمش تونس، حتى ما توليش كل ولاية عندها مداخيلها وأمورها المالية، وتعتبروا هذا فيه تقسيم للبلاد؟ أولا أنه يتم استغلال موارد الدولة، لأنه حقول النفط ولا مناجم الفوسفات ولا الثروات الطبيعية اللي موجودة أراي ميش موجودة بحكم الولاية، موجودة في تونس. احنا نحكيو على تونس وثرواتنا الطبيعية ومجهود بناتنا وولادنا، المفروض انه يتجعل لتنمية تونس. في تطاوين، في بنزرت، في قروان، في الذيبة، بالنسبة لنا ما تفرقش. احنا عنا خريطة ورزمة، احنا ماناش بلاد كبيرة معناها في المساحة وفي الشساعة. يا أخي احنا نتكلموا على الأشقاء ونقولوا حذاري ونقولوا يلزم الليبيين يلقوا حلول ما بيناتهم باش ما نخليوش الناس اللي طامعة تحاول تقسم ليبيا، باش نوليو نفكروا في تجزئة تونس وفي دواء معناها الثروات الطبيعية اللي في تطاوين والثروات الطبيعية اللي في قفصة والثروات الطبيعية اللي في بنزرت معقول تو هذا؟ هذه الثروات الطبيعية نتاع التوانسة الكل. هوني نفهم من كلامك اللي وكأنه المحتجين ماشيين في ثنية وسياسة الدولة عامة في ثنية. هوني شوف. وين المشكل؟ فما مشكل ثقة هذا الناس كل تتحدث فيه، لكن وين المشكل نتجاوزوه. الأساسي؟ هذا مشكل أساسي ويلزم نتجاوزوه. انه اهالي تطاوين او اهالي مدنين ولا اهالي قروان ولا اهالي مهديه ولا غيرهم يطلبوا تنميه ويطلبوا مشاريع تنمويه وتسهيل فرص معناها الشغل وكذا، هذا من حقهم ومفهوم.
وانه الدوله تقوم باللي تنجم، لاني قلت لك راهو فما الدوله عندها امكانيات وما تنجمش. اليوم المطالب فوق سقف امكانيات الدوله باهي، وكيف المطالب فوق احنا خلينا نبسطوا شويه ننساو الدوله وننساو الجهات والولايات. اجي نحكيو في عائله في اي عائله تونسيه فيها رجل ومراه وزوز ولا ثلاثه صغار ولا صغير، الناس كل ماذا بها تكون عندها كهرباء، وكان وماذا بها الكل تشري برشا صبابط وتشري برشا دبش وياكلوا مليح وياكلوا الغله الكل وينجموا يسافروا على قليله مرتين ثلاث، هذا الناس كل ماذا بها. ولكن فما الامكانيات نتاع العائله يتعمل، اذا الامكانيات ما تسمحش الناس تعمل يحتاجوا لا الناس تخدم باش تحسن الظروف، وكيف ما تنجمش تحسن الظروف فان تكون قانعه وتخلط. اغلب التوانسه في الحاله هذه ياخذوا قروضات، ياخذوا قروضات يرجعوها بالطبيعه يرجعوها هذه. وتونس اليوم علاش تاخذ في القروضات؟ تاخذ في القروضات لانه الاحتياجات والانتظارات كبيره، ولكن تونس ما تنجمش عندها حدود، لانه التونسي ينجم ياخذ قرض وفقا للامكانيات اللي تخليه ينجم يرجع. كي تمشي البنكة ما تقول لهاش اعطيني 2 مليار دوات، تقول لك يتفضل تقول لها حسب الشهريه، حسب الشهريه حسب الامكانيات اللي تخليك على 5 على 10 على 15 نعم تنجم ترجع. نفس الشيء الدوله التونسيه قاعده تقترض باش تقوم بالمشاريع التنمويه للناس وفقا لامكانياتها باش ترجع. واحنا شنو هي امكانياتنا؟ هي مجهودنا اساسا، وثانيا الثروات الطبيعيه واللي مالوريزمون من ناحيه ايوريزمون من ناحيه ثانيه مالوريزمون ماهيش برشا، ولو كان جات برشا ماهيش الدوله باش تدخل بها على ابناء. وايوريزمون لاني خلقت شعب خدام يحب يتجاوز نفسه وقدرته باش يبدع وباش ينتج وباش يقدم الإضافة. وهذا اللي خلى أنه نكونوا كتوانسة فخورين برواحنا وبقدراتنا، وخلانا ننجحوا حتى في عملية الانتقال الديمقراطي وما نوصلوش إلى تنازع ودماء ما بناتنا اللي احنا أعضاء وعناصر وأفراد شعب واحد، على عكس وللأسف الشديد معناها دول شقيقة ولا حتى في دول أخرى بعيدة علينا برشا. وهذا معناها كل حاجة فيها الإيجابي وفيها السلبي. أي ما احنا نحكيه على مصادر الدولة وفلوس الدولة والدولة تقترض، برشا ناس تلوم على الدولة لأنه عندها مصادر أخرى تنجم تدخل منها فلوس ما هيش قاعدة تسعى وراها كما يلزم. مثلا مثلا الفساد، مثلا التهرب الضريبي، مثلا السوق الموازية والتهريب والسلع المضروبة اللي في سوقنا، وذيك تتكلف على الدولة آلاف المليارات، وخاصة الفساد على رأس هذي الكل. شوف وبالعكس ويقال انه كلام وما فماش اللازم واليد الحديديه اللازمه حتى نكافحوا الفساد. باش نقسموا سؤالك باش نجموا نقدموا فيه. اولا الاراده، ونحب نذكر التوانسه انه اول الاولويات في وثيقه كارتاج واللي تم الاتفاق داخلها بين 9 احزاب وثلاثه منظمات كبرى على مقاومه الفساد، على اعتبار انه الفساد في عديد المجالات موجود وقاعد يفسد حتى في المخ نتاع التونسي. البعض رزما ماهيش الاغلبيه ولكن قاعد يفسد في الامخاخ، وهذيك النكبه الكبرى لانه المسائل الماديه تتجاوز يتم تجاوزها، اما كي يفسد المخ هذيك الخطوره. ورئيس الحكومه والدوله التونسيه قاعدة تقوم بمجهود. إذا تقول لي ناقص نجم نسمعك، إذا تقول لي فما جوانب أخرى مازلنا ما مشينا لهاش نقول لك صحيح ويلزم نتوجه لها ويلزم، ولكن ديما نرجع للقدرات نتاع الإنسان. أنت توا الناس كانوا يعديوا في الباكسبور لو كان تقول له أعمل سون لونغور نتاع 12 متر توا يجري ويحط في قلبه ولكن ما نجمش يعمله لانه هذيك قدرته. والله لا يكلف نفسا الا وسعها. اليوم احنا دخلنا في مرحله جديده. الفساد عمل فيها ديجا
ما قبل 14 جانفي وفي فترة الإرباك اللي عاشتها الدولة التونسية كمل استشرى عمل فيها قنواته، عمل فيها لوبياته، عمل فيها طرق متاعه، كسب فيها ناس للأسف جدد لفايته. إذن الدولة التونسية والناس اللي عندها الإرادة والاستعداد والقدرة أن يتقاوم الفساد بداية من رئيس الدولة إلى رئيس الحكومة والحكومة والعديد من القضاة والعديد من عناصر المجتمع المدني والعديد من النواب والعديد من الأحزاب السياسية، ولكن هذا يتطلب أولا شوية وقت، ثانيا يتطلب إمكانيات، وثالثا ثم حاجات راهو ساعات الحكومة تجي تعملها والناس راهو تقول ما تعملهاش. مثلا كيف نجي ونشوف إحدى المظاهر في مقاومة التهريب إنك تنحي الانتصاب الفوضوي. لو كنت تنحي الانتصاب الفوضوي فإنك تضر عديد العائلات اللي هي في حالة صعبة، في حالة اقتصادية هشة، وتسترزق من العمل هذاك. أي أما الأصوات التي تعالت للدفاع عن الناس اللي تنتصب فوضويا ما قالتش نقطعوا لهم رزقهم، قالت نشوفوا لهم مكان مناسب ينتصبوا فيه. إذن وهذيك النقطة الأخرى، وهنا نحكي لك على القدرة وعلى الإمكانيات، وما تنجم تعمل الحاجة اللي وقتها اللي تتوفر كل ظروفها المناسبة. إذن الدولة يلزمها توفر الفضاء، وهذا يطلب وقت. لو كان جاب البوطان ما نعتقدش أنه رئيس الحكومة باخل بالمسألة هذه ولا بخل باش ينزل على البوطان. إذن الدولة قاعدة تقوم بإجراءات، الإجراءات هذه ممكن تأخذ شوية وقت، ممكن الانتظارات، لأنه المواطن التونسي والعديد من الناس ما تحسبش على مثلا وقتاش بدأت الحكومة هذه، ما تحسبش على ما بعد انتخابات 2014 وهي من حقها، ولكن كذلك ما تنجمش تطلب من الناس اني تهز الفاتورة نتاع 6 أو نتاع 10 سنوات. إذن شنو المطلوب الأكثر؟ هو انه نكونوا معقولين مع بعضنا، وانه نتحدثوا بصدر مفتوح، وتكون عندنا القدرة انه ننصح بعضنا في طريق إيجابي، ولكن نصبروا على بعضنا ونقدموا، ننقدوا بعضنا وينقدوا مسؤولي الدولة وين يشوفوهم قصرين حقيقة. حتى نختم بنقطة قبل ما نمشي لربط مباشر ثم نرجع لمشروع قانون المصالحة، تشوف أنه الدولة ومؤسسات الدولة ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية صارحوا الشعب التونسي بالوضع كما يلزم، والشعب باقي ما فهمش والمطالب باقي برشا؟ شوف، الرئيس الجمهورية كان تحدث في حواره على الوطنية الأولى في 2 جوان حول استشراء الفساد وأنه معضلة ويلزم مقاومتها. رئيس الحكومة تحدث عديد المرات حول مقاومة الفساد ومقاومة التهريب وتبييض الأموال وغيرها، ونعرف أنه مثلا في الأشهر الأخيرة فما حوالي معناها سيزي تاع بضائع وسلع مهربة بحوالي 600 مليون دينار، وهذا مهم شوية. نعم، ولكن فما خطوة، هو ما هو شنو ديما نقولوا أول الغيث قطر ثم ينهمر. وراه شوف كي نبداو نبنيو فاتن يبدأ عندك التنا، تقعد الخدمة تحفر في السيسان لمدة أشهر وتصب في الدم والواحد لمدة أشهر، والشخص اللي قاعد يبني في المنزل قاعد يصرف الفلوس، وقد ما يجي يشوف ديما يلقى باقي الأرض البنية مزيت مش ما مطلع حتى حيط، ما فما شيء. ولكن بعد مباشرة تولي تطلع البنية وتتسارع الأمور اتسترا. إذن نحطوا القواعد السليمة لأي عمل راهو صحيح يقلق الناس اللي ما تشوفوش، يقلق الناس اللي انتظاراتها كبيرة وهي راهو مش غالطة، لأنه فما سياسيين قالوا لهم أنا ليزون برومي موي ميرفي، قالوا لهم رانا نجمو نعملوا، قالوا لنا راهو كذا وما عملوش، وهما من حقهم. واجبنا كمسؤولين في الدولة واجبنا كسياسيين أنه نتحدثوا معهم وأنه نفهموهم وأنه نتفهموا في بعض الأحيان الأرق والتعب
ونفاذ الصبر متاعهم. ولكن يلزم نفهمه كذلك أنه إحنا عنا واجب تجاه الدولة وعنا واجب الحفاظ على الدولة، مش الفايدتنا إحنا ولا الفايدتهم هما فقط، واضح. ولكن الفايدة الأجيال المقبلة كيما مهما كانت الأخطاء في السابق، فأنه لقينا دولة موجودة مهما تكون الأخطاء واللي يلزمها تكون في إطار شفاف وديمقراطي، يلزم نحافظوا الناس كل ما بعضنا على الدولة للمراحل وللأجيال المقبلة. بيه باش نواصلوا حديثنا على مشروع قانون المصالحة الاقتصادية، لكن زميلنا بدر الجنوبي موجود في بنزرت وين نتحدثوا على بيزاخت سمارت سيتي، المشروع هذية اللي باش ناخذوا عليه أكثر تفاصيل مع بدر. مساء الخير بدر، مرحبا بك. مرحبا بك فاتن، ومرحبا بكل مشاهدي الوطني مباشر. نسمع فيك. تسمع فيا فاتن؟ نسمع فيك بدر، احنا في المباشر، مرحبا بك. واصل الصوت 5 على 5. دونك مرحبا بك ومرحبا بكل مشاهدي الوطني مباشر. احنا توا بيان سور في بنزرت، تحديدا في زرزونة وفي فضاء سي بي سي، هذا اللي فيه توا جزء من لجنة تنظيم معناتها مشروع بيزرت سمارت سيتي ولا بنزرت المدينة الذكية. وكانت اللي عملوا ندوتين بدات البارح، واشرف عليها معناتها زوز اعضاء من الحكومه اللي هما سيد رياض الموخر وسيد مهدي بن غربيه، وبحذنا توا تحديدا يعني رئيس جمعيه بيزير 2050 اللي هي جزء من منظمه المجتمع المدني اللي اشرفت على المشروع هذا، ورئيس لجنه تنظيم مشروع معناتها بنزرت المدينه الذكيه. دونك مرحبا بك سي برهان. مرحبا بك ومرحبا بمشاهدين إذاعة التلفزة الوطنية. دونك انتم حسب ما فهمت اللي اليوم كملتوا الندوة متاعكم اللي عرفتوا فيها على المكونات متاع المشروع هذا اللي هو بنزرت المدينة الذكية، كان تحكينا معناتها عموما اليوم معناتها فينا مرحلة انطلقتوا. والله اليوم ما كملناش، وفيت اليوم بدينا على خاطر اليوم توا احنا في الفضاء اللي باش يستقبل الخدمه اللي باش تخدم الغدوه اللي هي لي ثينك لاب. هو مخبر نتاع عمل باش نقوموا به، باش نجموا نخلطوا ننجزوا المشروع نتاعنا ونخططوا له. دونك قبل كل شيء حبيت نحكي لكم على لجنه التنظيم الساعه اللي هي متكونه من مكونه من المجتمع المدني، زوج جمعيات، بنزرت 2050 ويبو ديريتوس، مكونه من الحكومه الممثله في والي الجهه والاداره الجهه نتاع التنميه، ومتكونه زاد كيف من لوتيكا ومن شامبر دو كوميرس ومن شركات خاصه. هي تجربه فريده من نوعها على خاطر ما نجموش ننجو مشاريع وحدنا. دونك اليوم احنا قررنا باش نكونوا فورس دو بروبوزيسيون للحكومه، وتلمينا معاهم واقترحنا لهم تصور مشروع، مشاو معانا وساندونا، وهما جزء معناتها من المنظومه ومن المشروع هذايا. دونك سي برهان، انا كان نسالك وفات نتصور معناتها برشا متابعين للمشروع هذا اللي تحكيت عليه برشا في الاعلام، يعني تونس هذا بيزرت سمارت سيتي يعني مشروع باش يدوم على 30 سنه انجازه. التوانسه واهالي بنزرت بتتر ما همش فاهمين معناتها ولا مش مستنسين مشاريع تدوم انجازها 30 سنه. احنا معناتها كان نسالك وقتاش اهالي بنزرت والا العباد اللي باش يكون عندهم علاقه بالمشروع هذا، سورتو كي قرينا معناتها فلسفه المشروع هذا، حكيتوا على الديفلوبمون ديورابل ولا التنميه المستدامه، وحكيتوا على الاقتصاد البيئي ليكونومي فيرت، من وقتاش معناتها يبداو العباد ينجموا يستنفعوا بالمشروع هذا، وقتاش يراو معناتها التراس نتاع المشروع نتاع بيزرت سيتي سمارت سيتي. شكرا على السؤال. دونك العباد باش يبداو قبل كل شيء، قبل ما يبداو يستنفعوا باش يشاركوا، على خاطر احنا باش نبداو بطبيعه بالدراسه بارتير من غدوه كما قلت لك، وفور يا مزور الدراسه تتقدم، ودراسه تتقدم في جميع المجالات، على خاطر ما تعرف اون فيل كي نقولوا سمارت سيتي سي اسي كومبلكس سي اسي ترانسفيرسال، تمس برشا مجالات، تمس الطاقه، تمس الماء، تمس التنقل، تمس الاضاءه العموميه، تمس برشا حاجات. دونك الفكره لهنا سي كو باش نشركوا العباد معانا في التصور نتاع بنزرت كيفاش نحبوها تكون في 2050، بعد ما نكونوا الناس كل متوافقين كيفاش تحبوا يكونوا، كيفاش نحبوها تكون 2050 من ناحيه العمرانيه، باش نبداو ندخلوا فيها لا نوسيون تاع سمارت سيتي اللي هي بدر. كيفاش نستعملوا تكنولوجيا الاتصال في العيشه نتاعنا نتاع كل يوم، كيفاش باش نتنقلوا، كيفاش باش نضويوا بلادنا، كيفاش باش نخدموا، كيفاش باش نقضيوا شؤوننا نتاع كل يوم. كلمه الختام، المواطن ولا الساكن البنزرتي وقتاش يبدا يستنفع بالمشروع؟
يبدا يستنفع بالمشروع ابارتير من عام الجاي اترافير مشاريع اللي باش نبداو في انجازها عمليا ابارتير من 2018-2019. شكرا لك سي برهان. شكرا لك فاتن. ميرسي شكرا لك بدر، يعطيكم الصحه. أوكي. شكرا لكل الفريق اللي معك في بنزرت. قلنا باش نواصلوا الحديث على مشروع قانون المصالحه. البارح لجنه التشريع العام رجعت للنقاش على قانون المصالحه المثير للجدل الحقيقه، لانه قبل تقال عليه برشا كلام، اليوم زاد مزيت نتواصل النقاشات. البارح شفنا جلسه كانت بين ظفرين سخونه وبرشا نقاش في الموضوع هذا. بالعكس هما قالوا لنا بارابور للاجتماعات نتاع اللجنه راهو تتسمى كلمة. البارح شفنا فيديو ماهيش كلمة برشا، اذا كان هذيك كلمة معناها في المجلس ما خفية كان اعظم. به على كل النقاشات ما زالت متواصله بين اللي معاه بين اللي ضد الفكره بين اللي معاه المبدا كيما سي علي العريض مثلا البارح، ويقول انه فما برشا ناس مازالت ماهيش فاهمه ومع هذا التعارض. المهم ان نطلعوا، فسروا للتوانسه اليوم شنو نقصدوا بقانون المصالحه. البارح حاولنا نخرجوا للشارع التونسي ونسمعوا رايهم في قانون المصالحه. برشا رفضوا انهم يتكلموا لانهم مش فاهمين اساسا الموضوع، يسمعوا عليه برشا كلام ومش فاهمين. وهذه هي الحاجه الباهيه وباش تفهم انه التونسي اولا الذكي وثانيا صادق. أي. يعني من جم ما قبلوش يتكلموا على حاجه ما يعرفوهاش. على عكس للاسف الشديد البعض من السياسيين اللي فيهم انا مش فاهم وفيهم اللي فاهم ولكن يقول عكس ويحب يغلط الراي العام. ونحييهم من الناس هذم اللي ما يتكلموش لانهم مش فاهمين. اكيد اذا هما ما مش فاهمين فانه فيه جانب تقصير منا احنا بالضبط، خاطر لازم يفهم. وهذاك علاش احنا اليوم وديما متواجدين، واذا ينادونا وسائل الاعلام باش نتحدثوا ورانا نتحدثوا ونوضحوا. وفي عديد المرات قلنا في الوضع الديمقراطي والوضع الحريه ووضع الانفتاح راهو المعلومه ما عادش يتم اخذها من هام قالوا ومن ليزانتوكس ومن الواحد، يتم اخذها مباشره بالبحث وبالسؤال الناس اللي عندها المعلومه، مصدر المعلومه. بيعطينا الخطوط العريضه وتنجم الناس تلوم كيف مصدر المعلومه يخبي عليها المعلومه، وقتها تنجم تلوم. بيعطينا الخطوط العريضه لمشروع قانون المصالحه في نسخته الاخيره. شوف هو مشروع قانون المصالحه ما فيش برشا نسخ، فيه نسخه برك. فيه نسخه تقدمت في جويليه 2015، شنو تهم؟ هي كلها تهم توانسه مهما كانت مسؤوليتهم أو وظيفتهم. تم موظفين سامين في الإدارة، تم رجال أعمال، ومعنى تم حتى مش بالضرورة موظفين سامين اتسترا. تم زوز أنواع. النوع الأول أنه أمضى أو وجد الموظف اللي وجد نفسه في قرار الدولة التونسية خسرت من خلاله وهو كموظف أو كإطار بالإدارة ما استنفعش واخذ القرار هذاك أو ساهم في القرار هذاك بتعليمات إدارية أو شفهية وبضغوطات في الوضع اللي الكل نعرفوه. وهنا باش نحل القوس، خاطر احنا رانا ما تولدناش البارح وعايشين الوضع ونعرفوا الوضع التونسي ما قبل 14 جانفي 2011. ما نجموش ما نجيوش اللوم نسمع على خاطر نسمع في برشا ناس وش بيه ما كانش بطل. ماذا بيهم الناس اللي يقولوا في الكلام هذا يقولوا لنا شبيهم هما ما كانوش ابطال قبل. اي بالضبط، على خاطر كان عندنا حجم الابطال نتاع قبل بن علي ما قعدش 23 سنه، لكن زاد القانون واضح والفصل 96 يقول اللي استنفع هو والا نفع غيره. به فصل 96 هذاك تو نحكيو فيه وقت اخر ونحب نحكيو فيه في حصه وحده. علاش؟ لانه تقديري الشخصي انه الفصل هذاك يلزم اعاده النظر فيه. معنى الفصل نفسه يلزم يتراجع. الفصل في حد ذاته يلزم اعاده النظر فيه. كيف نجيو الناس هذه اللي تم اجبارها او اعطاها التعليمات باش تاخذ قرار معين تلقى انفسها اليوم تبحث. وهما ما خذوا شيء لارواح، ما استنفعوش. خذوا قرار، جاتوا التعليمات من فوق قالوا له تعمل هيك، عمل هيك. الناس هذم ما فماش حتى داعي انهم يبقاوا يبحثوا.
شنو المطلوب منها؟ معناها حسب المشروع المقترح لقانون المصالحة. باش نجيو للمشروع باش نجيو. تو نحكي لك. معناها انت تقولي ما فماش علاش يكملوا يبحثوا، معناها نوقفوا البحث معاهم؟ لا 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 لحظة باش نجيو. قلت لك هذا الفلسفة العامة. وفما ناس فما ناس إذا خذت قرارات هي ما استنفعتش والدولة ضرت. معناها فما شكون شكون انتفع؟ استنفع باهي. فما ناس اللي انتفعت. باهي. الناس اللي انتفعت شنو اللي وقع لها اليوم؟ ناس جامدة. وانت تعتقد انه فلوسها الكل مجمدة؟ لا اكيد مش الكل، يعطيك جزء صح. منها. اذا شنو اللي وقع لها؟ اللي وقع لها فما اللي ما عندوش حق في السفر وفيهم اللي ما عنده حتى شيء، عنده قضايا جارية و هو موجود ينجم يسافر ولكن ينجم يسافرش، ولكن الدولة فلوسها ما رجعت لهاش. أي. ورجل الأعمال هذاك ما استثمرش لأنه أغلبية من الناس هذو هم اللي قادرين على الاستثمار. هذا ما يعنيش أنه رجال العمل الكل استنفعت، ولكن فما برشا استنفعوا، وفما برشا استنفعوا بطريقة غير مشروع. عندكم قائمة تحصر الناس هذوما؟ احنا من لوجوش على القائمات وما نحبوش نشخصه، ولكن رئيس الجمهورية وقت اللي ترحها في إطار فلسفة عامة. الفلسفة العامة هذه شنيفة فيها زوز عناصر أساسية. العنصر الأول أنه مع نهاية المدة الرئاسية في 2019 الشعب التونسي بمختلف عناصره يكون شعب يعيش في ألف وسلم أهل. هذه الهدف الأول. الهدف الثاني أنه الجهات والمناطق، لأنه داخل الجهات أو كيف تجي في كنا نشوفه في بنزرت فما عديد المعتمديات في بنزرت اللي معناها ما فيها حتى استثمارات خاصة، ما فيها حتى انفراستركتور، معناها تعيش في حالة صعيب. وبالتالي فما عديد المناطق في الجمهورية التونسية اللي يلزم يتم النهوض بطريقة نوعية في الاستثمار فيها وفي إيجاد نسيج اقتصادي جديد متماسك يخلق الثروة ومواطن الشغل ورغد العيش. هذا مزوز الأهداف الكبرى لرئيس الجمهورية في علاقة بالفلسفة بالمصالحة. اليوم فما سؤال نطرحوه، هل أنه نسترجع الأموال متاع الدولة التونسية متاع المجموعة العمومية لفايدة استثمارات في الجهات اللي ناقصها استثمار، وإلا الفلوس ما نعرفوش عليها ولا موجودة ما نعرفو شوي وما فماش استثمارات والدولة ما يرجع لهاش حقها. احنا واجبنا ودورنا انه ندافعوا على حق الدولة وانه نسترجعوا مال الدولة. اما الكلام اللي سمحني خليني نقول ما عادش عندي برشا وقت، نحب نقدم في قانون المصالحة. فاتن في قانون المصالحة اللي خذاه 100,000 دينار بدون وجه حق على حساب الدولة التونسية، اليوم في 2017 بقانون المصالحة يرجع 100,000 دينار هذيك ومعها 50,000 دينار. 5% على كل عام، على كل سنة. نسألك أنا سؤال في نفسي حتى نختمه به، إذا كان إنسان يستثمر عادي مواطن عادي يستثمر 100 مليون يدفع 30% من الأرباح نتاعها للدولة، هذا إنسان عادي، هل يعقل أنه إنسان ما بين ظفرين تعامل مع الفساد ومورط بالفساد لأنه داخل اليوم في قانون المصالحة يرجع 5%؟ شو يرجع 5%؟ 5% على كل عام أنت قلت تو، معنى إذا كان هو عنده 100 مليون الأرباح نتاعها أنتم حسبتوا 5% من قيمة المبلغ على كل عام هكا ولا؟ جنقل احنا ما نش ندخلوا في الأرباح لأنه مش بالضرورة أنه ربح 30 ولا 90 ولا 100%. كما قلت لك احنا ما نش نبدأ ونخصوا، لأنه على عكس اللي نجموا قلوه رأي الأرباح 30% هذه رأي ما موجودة كان في التهريب، والخمسين والسبعين والثمانين بالمئة رأي الشركات الكبرى والشركات المنظمة وحتى الأحوان تمتع الدبش وكذا رأي ما يحقوش نسبة أرباح متاع خمسين واربعين وستين بالمئة من أرباحهم للدولة. شوف
انه قداش يرجعوا كذا، احنا راهو المساله والتفاصيل هذه تتناقش داخل المجلس وداخل اللجنه ويقترحوا النواب. احنا كما قلت لك احنا بالنسبه لنا الهدف نتاعنا انه نسترجعوا اموال المجموعه الوطنيه مع عقوبه، هذه من ناحيه. من ناحيه ثانيه شوف احنا ماناش باش نبيضوا الفساد، على العكس هذا اللي يتقال. اي هذا اللي يتقال الحقيقه، هذا اللي يتقال، هذا باش نجاوب. هذاك علاش قلت لك المواطن التونسي صادق الف مره. من للاسف مجموعه صغيره من السياسيين اللي تكلموا مانيش مسامح، وشكون قال لك باش نسامح؟ بالعكس احنا ما نحبوش نسامحوا في حق الدوله، احنا نحبوا نسترجعوه بقانون المصالحه. هذاك علاش فما ناس ترفع في شعارات غلط، احنا ماناش مسامحين في حق الدوله. ولكن خليني نقول لك هام 6 سنين توا تعداو من 2011 استرجعوا من ليم للدوله ما استرجعوش. اما ظهر لي فما ناس كي يتعمل قانون المصالحه وكيف الدوله تسترجع اموالها ظهر لي هما عندهم مصالح مش يخسروها. علي كل احنا شنو قلنا؟ احنا قلنا قانون المصالحه، وهذه ديما كلمه الرئيس راه كلام خطير، يقول اي قانون كلام خطير قلت وتعديت انه فما ناس توا تتكلم لانه عندها مصالح باش تخسرها. اني قلت اني نعرف شو نقول وكل كلمه قولها في حقها ثابت على ثابت على بعض الناس اللي تتكلم اليوم انها مورطه مع رجال اعمال. شوف شوف عاش فاتن باش الانسان ديما كلامه يكون في حدوده، لا يتأول بالأكثر ولا يتأول بالأقل. كلامي واضح والناس تفهمه، إذا مش مستحق. قلت لك شعب تونسي ذكي ما باش يتكلم لأنه ما مش فاهم. يعطيك الصحة، لو كان ما جاش ذكي وما جاش صادق مع دربه ومع بلاده راهو اللي يحب يعملها عنتر يعمل، واللي يحب يقول لك والله بايت يقول لك. اما هو قال لك ما نعرفش، ما نجمش نعبر، ما نجمش نقول. شفت محلاها، اذا كلامي كيف كيف في حدوده. احنا بالنسبه لنا دورنا وهذا اولويه عليا لرئيس الجمهوريه انه استرجاع حق الدوله التونسيه اللي هو ماهوش حق زيد ولا عمر، اللي هو حق المجموعه الوطنيه. واضح. وباش يتم وضعهم في صندوق من أجل الاستثمار والمساعدة في خلق مواطن الشغل في المناطق اللي ينقصها الاستثمار واللي تستحق لدعم مناطق ذات الأولوية الخصوصية. هذه من ناحية. من ناحية ثانية في علاقة إطارات الدولة والموظفين راهو اليوم انت وعدتني انه القانون 96 باش نحكيوا عليه في حلقه اخرى، نخليه الموعد الاخر ان شاء الله ترجع بحضينا ونتحدثوا فيه. انه الاداره التونسيه فيها عشرات الالاف من الاطارات العليا والصادقه مع ادارتها ومع دولتها، لكن اليوم تلقى روحها مكبله لانه فيهم برشا راهو يعديوا 3 و4 سنين يبحثوا ومن بعد يخرج بريء بالقضاء. دولتنا وبلادنا ومستقبل بلادنا ما عادش يتحمل هاللغط والاخذ والرد. اجا نتحدثوا نتكاشفوا نوضحوا الواقع وقت اللي نلقاو ناس موظفين في اعلى مراتب الدوله يتحاسبوا لاربع سنين في الاخر يخرجوا ما عملوا حتى شيء. هوني نقولوا انه زاد قانون المصالحه تاخر برشا اليوم في تونس. هذه نقطه باش نختموا بها. ميرسي بوكو، شكرا لك سي نادين، يعطيك الصحه. ميرسي بوكو، مرحبا بك عايشك. ميرسي، تفضل. ميرسي. كما قلنا في اخر جزء معنا اليوم من الوطني مباشر، نختم الاسبوع بموعد تلقاوه ان شاء الله في معرض الكرم صالون الصناعات التقليديه. يحضر معنا في البلاتو سي خليل الشطي منظم صالون الصناعات التقليديه. مساء الخير ومرحبا. مرحبا بك سي خليل، لاباس؟ يعيشك. مرحبا بك. تفضل سي خليل. مرحبا بك. مرحبا بك في التلفزة الوطنية. نختم بيك موعدنا الأسبوعي ونعطيه للناس موعد في العادة برشا ما يفلتوهش لأنه صالون الصناعات التقليدية نستنيوه الناس الكل وخاصة السنة، بما أنه ماك تعرف توا حملة كبيرة استهلك تونسي، فنتصوروا سنة يكون إقبال قياسي على الصناعات التقليدية. مرحبا بكم وإن شاء الله كل عام وأنتم حيين بخير لأنه موعد هام نحتفلوا به في تونس. فأعطينا فكرة على صالون سنة غدوة إن شاء الله يكون الافتتاح من المنتظر، فأعطينا فكرة
فكرة على خصوصية الدورة هذه؟ إن شاء الله صالون الابتكار في الصناعة التقليدية يتنظم إن شاء الله من 28 أفريل من غدوة لحتى 7 ماي على طيلة 10 أيام بقسم عرض بالكرم. الدورة نتاعو هذه دورة 34 ما شاء الله ده معرض أكبر كبير من أكبر مني المعارض أكبر المعارض وحقا معرض الصناعة التقليدية من أكبر المعارض في تونس في أي في الاختصاصات الكلية من ناحية عدد العارضين من ناحية مساحة العرض من ناحية عدد الزوار من ناحية خاصة المواضيع على نعرضهم وليتام على نحطهم في الثراء المادة المعروضة في الصالون من هذه اللي يميز المعرض. في المعرض تقريبا عن قرابة 1500 عارض اللي شاركوا في الاختصاصات الكل سواء في مثلا ثم الفضاء التجاري فضاء الابتكار فضاء الباحثين الجدد فضاء الولايات فضاء الحرفيين الصغار من كل شرائح متاع الحرفيين الكل موجود. بالنسبة لسنة الدورة هذه إن شاء الله مش تكون متميزة خاصة بالمواضيع اللي مش تعرض جديدة. أول حاجة ثم الفضاء الباحثين الجدد هو فضاء قديم شويه مش جديد تقريبا عنده 5 سنين وهو اللي فريمون ولا يخدم بالقدا البعثين الجدد الصغار وخاصه ذوي الشهاده العليا اللي لجان كرياتور لجان بروموتور اللي يسافروا في الصناعه التقليديه. فضاء سجنان انا فضاء سجنان وما زوز فضاء ثم فضاء تجاري وفضاء باش نعرفوا بسجنان على اساس سجنان خاطر ان شاء الله عملنا وزاره الثقافه مشكوره عملت المطلب باش تدخل في الباتريمون دي اليونسكو فما عند الفضاء نتاعها. عندنا فضاء عاملينه بالتعاون مع اورانج باش عامل لي تسهيل ترويج المنتجات الصناعه التقليديه نتاع الحرفيين وتدعيم الفيزيبيليتي نتاع الحرفيين. ثم ياسر فضاءات فريمون متنوعه بالكدا ان شاء الله الزوار يكتشفوها في حينها. باهي دونك احنا نتمنوا لكم التوفيق. نذكروا الناس الكل انه المعرض من غدوه ان شاء الله يكون مفتوح ابتداء من 10 نتاع الصباح. لا بابتداء من الساعتين بعد الافتتاح الرسمي يكون الصباح. الافتتاح الرسمي الصباح ومن بعد من الساعتين الزوار يدخلوا. باهي وغدوه جمعه عشيه فاكيد الناس الكل باش يكون ان شاء الله اقبال. دونك 10 ايام ان شاء الله نتقابلوا في معرض الصناعات التقليديه وصالون الصناعات التقليديه كما قلنا في الدوره 34. نتمنى لكم التوفيق وان شاء الله نكونوا موجودين بحذاكم كل التشجيعات لكل المصممين الافكار الناس اللي تخمم الناس اللي تنسج الناس اللي تطرز كل تونسي يقدم في حاجه حلوه والحاجات الباهيه اللي تكون موجوده في صالون الصناعات التقليديه انه برشا معارض اخرى تقول انها موجوده للصناعات التقليديه لكن في الحقيقه كي تمشي تلقى حاجات ماهيش تونسيه. اما كي تمشي لمعرض الصناعات التقليديه ما تلقى كان التونسي وما تلقى كان التونسي حقيقه. بالنسبه لمعرض الصناعه التقليديه ما يشاركوا فيه بالنسبه للعارضين يشاركوا فيه كل الحرفيين الحرفيين برك دونك هذول يشاركوا فيه. وثما كي جبت المصممين السنه زاد عملنا مبادره جديده عملنا فضاء كبير ياسر للمصممين الخريجي التعليم العالي المصممين ليزيكول دو بوزار ديزاين ليميتي دونك فضاء كامل وهذه القاعدين تو نخدموا عليها في الديوان الصناعه التقليديه نحبوا نخلقوا الصيله ونمتنوها ما بين الخريجي التعليم العالي الديزاين والحرفيين خاطر كان يوصلوا يخدموا مع بعضهم صناعة تقليدية معش خفلاء ونخلق صناعة تقليدية متاع 100 عام قدام كل شيء. صحيح ان شاء الله بالتوفيق لكم ان شاء الله ناجحين للناس الكل. احنا نعطيكم موعد ان شاء الله نهار الاثنين كما العاده في الوطنيه مباشر. الاسبوع هذه انتهى ان شاء الله بون ويكاند للناس الكل. كما قلنا معرض الصناعه التقليديه فرصه انكم تزوروه. احنا في الاثناء نقترح عليكم اغنيه من الفوندو نختموا بها جمعتنا هذه نختموا بزياد غرسه. تحيه كبيره للناس الكل شكرا لكم يعطيك الصحه سي خليل كنت موجود بحضينا صباح الخير في لمين يعطيكم الصحه. ميرسي بوكو من فوق ما صمد المقياس